بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كان وكيلة وبقلت الضباطني الشناد كمذا من صحيح مسلم رحمه الله تعالى كتاب الحج بين كسو جري حنود من باب كيها نقض الكعبة وبناؤها كعبة دمنتي دي سدي دي وحي صومرت تاريخها هي سيدا وناكسن إن كعبد النقطة وإن كسر جري حديث كدراي عبد الله بن الزبير كسر سنة قصيدة سي عائشة ومن عائشة ورني سبا إن ودن بي. وحدثنا هنات ابن سري أبو سري الكوفي قال حدثنا ابن أبي زائدة زكريا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة أخبرني ابن أبي سليمان واسمع عبد الملك، عبد الملك بن أبي سليمان الفزاري عن عطاء النبي رباح قال وحر عطاء لما احترق البيت بيت مركو قبتي كعبده لما احترق الكعبة كعبده مركو قبتي زمن يزيد بن معاوية حلقي يزيد معاوية وخليف كأها صدح سنة يتشب أما أفر سنة ملاسو أمير أها مسلمين تحلقوها يمركو أبيه يؤدي بي أبيه باكدر دارمي ومركو حلقه كوريتشي أصور النور بولي العهد كدقي بيع أقاضي ريب بدا المسلمين تقول لكل من ضدكو رنبها وشاييالا لغوقص بي نين عبصدا نين لمقونيو نين وحكا لفيرية صدح وداد باد ديدي ويلا نقول بعقل مينه أمير كهران نال أتاجن بعقل مين رجع وحورهن هنا عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر إيوه حسين بن علي بن أبي طالب يا عبد الله بن الزبير رجاس أياد ديدي مركا أيضا وحيد بدعاء مسلمين تقول عصبي أهيد وأنا خلاف سنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام سيرة الخلفاء الراشدين خلاف سن لما أقوله مدحوينا النول خليفة مسلمين تون النول إنه متكلم مع عابا بعان لوقا لما أقول بعان كون لوقا لين تلاد يا مامولك إنا دحل نقدان دحل تويو بقر تويو أي أنه وابدعو وسنة مجوسية نصرانية يهودية هرقلية لما أقول أي أنه مركة آفدي أي مركة ريبن ومي لي مادين ولب سيدنا معاوية أوب باللابي dibka ka dhacay waa dibka kacbada laba goor loo dumiyay muslimiin badan ay ku leedeen dhig badan oo ansaari muhaajirin uu ku daatay sunna khilaaf ku dibkaas uu leeyahay sunnada nabiga la garan maro burbur iyo aafa badan bay leedahay lama ihtaraqa albayt kacbadu markay gubatay zaman yazid muawiya xina waqtigii qazaha ahlu sham reer sham ay ku soo duuleen reer sham waa reer banu umayya wixii taageersanaa oo caasimadooda dimishqay ahayd oo sham bay fadhiyeen suuriya iyo dhulka la halmaala فكان من امره امر البيت وحاها حالك سو حكمه ما كان وخي دعي ترك ابن زبير باكتغ ترك ابن زبير يعني لما احترق البيت زمن يزيد ترك ابن زبير بس كو خيرن ياي وخي كلا وا جمل اعتراضي جمل اعتراضيه وي ابن زبير با اوكاديه وحان عديه تسابك كيناي انو اوكاديه اما لا ديسو روايه يزيد نورمان با كينتي في صحيح لما احرق اهل الشام الكعبه ورموها بالمنجنيق وهت الكعبة مركي كعبة الجبين أو منجنيق لدعين عين جنتا لرد عين كعبة يدرب جدي بدمي ويدل دل عضي قيب كم هذا وصاد ضاي وحلقو قسمة مركي إن دي بلا لسوسانة كي لحتنا يا أفرت هجرة هلا ينصوم مرة تراكم نزوير بابيت كداية كعبة السيدي وقدا يا سنة كا لحتنا يا أفراد حتى قدم الناس الى دتك اي سوق الموسم اي الحج حل حجك سو دو ياي ايا ديب كو دحاي او كعبد لا غوباي بلي حجكن اي سو دو يين marka uu daayay say muslimiinta soo xajinaya ay u arkaan kacbada dibka gaaray iyo waxay ku faleen kuna sameeyeen reebana umayay ku sameeyeen iyo reesham حتى قدم الناس الى دتك اي سوق يمادين الموسم اي الحج يريد حنا دوريو u daayay u dhisi karay bila koor bu dhameen jir kare dhismadeede wuxuu doonaa an yujarriahum inuu dhiro geliyo dadka uu ku dhiriyo ku diro reeban umay oo dhaw nimanka madaxda idii ah ee daba taagan tihiin ee awliya moodaysan waa nimanka beedka ilaahay gubeysa u galay ka lehleefa wakaas ka qaada an yujarriahum min aljaraa wa min aljura aw ama saw wuxuu doonayo u daayo beedka u dhisi waaye bacdama la gubay ama la dumiyay an yuharribahum budunahay inuu dagaal geliyo min attahriib أن يحزبه نوال الآخرين من التحزيب إنه كلاجيو كلاجبيو بمعنى
ummadi taageersanayd ee la socotay reer Banu Umayya ay ka soo jabaan ay u jirayaan inuu ku dhiri ku dhirigeliyo ama uu ku tartirsiyo ku carabiyo ala ahli shami ya wal khuruj ala min lagu buxo laga hor yimaado falamma sadara an-nas dadku markay fuuleen intii xajka la dhameeyay la fuulay in walba baladkiisa iyo baadiis uu ku laabtay qala wuxuu yiri ya ayuha an-nas dadu dadkii jooga reer Makka ah ashiru alayya fil ka'bati fi sha'i al-ka'ba igala taliya oo nin walba wixii la qumanahay ii soo tabiyo arrinta dhismada kacbada ashiru calay igu ra'yi darsada weeye ila taliya fii alkacba fii binaai alkacba asagu wuxuu dhisay 65 hijrada uu dhisay waxaa la dumiyo la gubay 64 hijrada horaanteedii wuxuu yidhi marka an quduha ma dumiya uma abni binaaha kadibna ma dhisaa dhisma u qalma ayada ma dumiyaayo kadibna ma dhisaa bacda ma aan dumiyoon dhammaysay ila horoonba waa la soo dunsheeye inta ka dhimantaan israaciyo dhisma u qalma beytka ilaahay ma dhisaa aw amase uslixu maa waha minhaa mise waxaan hagaajiyaa un dayac tiraa wixii nuglaaday keliya ee laga dumiyo beytka masiisaan u daayaa inta la burburiyoon baan hagaajiyaa oo waan dayac tiraa mise asaga dhamma dhulkaan dhigaayo waan israaciyaa kadibna dhisma cusub ayaan curiya taladaasu yuu ummaddu u dhiibay weliba dadkii ahlushuurada ahaa culummada ahaa akhyaartaabu ururi caamo lama dhex dhigo xaajada iyo makasta looma geey qaala ibnu cabaas cabdullah ibnu cabaas wuxuu yidhi fa innii anugu qad furqa li waxaa lay bidhaanshay ra'yun talo fiha fi binaa alkacba aniga wuxuu yidhi aan ku horreeyey hawl baa la ii furay fa innii anugu qad furiqa ay qad buyina li فيها يفرق كل امر حكيم سو قران كان بيدن كوارق فرق لي وحالي ففاشي اما وحالي دلعشي اما وحالي عدى لي عدي لي انا فيها اي في الكعبه الراي تلو اي غدغيس ما هي تلو ارى وحان قبا ان تصلح ان هاجي سو ضيع ترتو ما وها وحي نغلاده من ام الكعبه هدومين هاي سراعين وحي كبا ايام كدمي ان ضيع تر توستوسو هاجي waxaan qabo watada inaad ka tagtid baytan kacbo aslama annaasu calayhi kacba lagu islaamay iyadoo sidaana waxba ka bedelin iyo waaxjaran dhagaxyo aslama annaasu cala dadku ay ku islaameen hadumini oo bucitha calayha nabiy nabigan lagu soo diray asagoo sidaa ah soo nabiga lama soo diro nabi lagaba dhigahaa asxaabaa ku islaamay ansaar baa ku islaamtay muhaajirin acraab oo dhan saa u daah waxba ka bedelin dhaawaca gaaray uun intaa uun hagaaji taladaasuu keenay talaasoo keenay markaas wuxuu ku daray oo ku cilay ra'yigiisa oo muslim asagu ma soo saan laakiin khaarij sahihan wa sunan bu ku yimid khaarij sunan bu ku yimid marka wuxuu ku daray la aamanu an yaji'a min ba'dika amirun fayughayyir alladhi sana'ta alladhi sab'aday maxaa u diiday kacbada intii la dunsho oo la dhameystiro in sabcan loo dhiso waxaan ka baqaya aamin kama iibi wuri gadaasha intuu amiir yimaado asna inuu dhaho waan duminaya warka cabdullahi zubeyr kuma jiro hawshii nabigu ogaabaan lagu soo celinaya haddana ku kalaa ka dambeynaya isna muxuu dhihi warkii kuma jiro xajaaj waxaan ku celinaynaa meeshu siduu nabigu rabay xadiidka caaisho kacdu markaa ay noqoto kubad la isku turtuurayo kolba amiir kastaba uu dhisay sidaas uu qasri u leeyahay oo ku ciyaaray waa ra'yi aad u qiimo badan ra'yiga ibn cabaas طيب لا آمنوا أن يجيء بعد من بعدك أمير فيغير الذي صنعت فقال ابن زور وحوي ابن زور مركا دي أصدقى السياسة دي سي التلديسي يسود الربي رأيك ابن عباس وما فعنه وما فعنه هذا وافق سنة سنة دي سنة بيقول الربي لكن وحي أبدا وحليقة هيا حبضي دقال باسع أصدقى وحي سيحر يا ابن أمي وحول ابن زوير لو كان أحدكم احترق بيته مدكين قرقي سهدو قبل لها مدكين قرقي سهدو قبل لها ما رضي موسى قنعين حتى يجده إلى عسبونيسيو ما رضي ما تشوك سده من استاقين وصل لك مردقا إلى قرقي سهدو عسبونيسيو قياس الأولى باستعمالي قياس هذا هو بيت الله كوانا وقريه نيدوك الليدهين اسكا سوقات يدينك أوه waxaadku miisan lahayd dadka ugu miisbaan la yiri gurigaada haduu ka halaago duma ama uu dab qabsado ama qayb ay la jajabiyo maxaad samayn lahayd haddana tabar aysan meel ku dhigin
وحادثن غوري هور غوركي كور كقرخسن كان ادق هدا كدبنا ان لدمن كريم بعد الاسكو دي فكيف بيت ربكم ربكم غوري سكا ورما او دمي سيسا لو داي هنود دل العسناد نو شميته ميلان كعوب يرتوستوس ورنمي اسما قبتي ما قال ديسان بيت ربي وبيت الله باكمون غريهنا هاجاتين يتوستوسين دالعيد اني مستخير ربي ثلاثا ربي جايب ان صدح بر الله صوت شمبر استخارا سمين او شمبان كبارد هب ان صبر يايا وان صوخ وين هيا بري غورسو ثم عازم على امر كد من قان كان غاريا فلما مضى الثلاث صدح بري مركي دماتي اجمع رايه تليسب غامي وحوي ميل بو رايي كلا سوده كخري اجمع وحو ورري رايه غان كيسو مخو ورري على ان ينقضها انو دميو دمايستره إذن مالك الله بلمي إلا دنشو بواح كود على واي يا كعبة انتو اتقر لقاح أهرية كسيبي دبها أهرية يا كود نفاني برسك أهرية يا كود قراعي أما الله الدفاع مجاهدي عطاء وحيدة لأن مركي أوشاس الله بلمي وان قحني ومكا وان قبحني من أن تقني وحن سوى إن أدتك أوشاس كود ضيا قنت الله كود بالله بدون من السماء والله قحي والله قحي ذي مكا فتحاماه الناس ضدك ايا كوريغيستي كدعي واي لو بالي مدح اللي بحمل ليفتي واح كو دقاقا لواي اي ينزل مخافه ان ينزل بقيت لا بقى ان لو سو دجيو باول الناس يسعد فيه قف اهريا كوره غعبده اي دغخ اهريا كسو سيبا اما دميا اما كو دفت دبها امر من السماء اي عذاب من السماء ان عذاب عرك لوغه كينو بقيت لا بقى سعادة إلى يفيبا لوجود بها قرانك بعض النسخ ذا يسعد أمر من السماء يسعد أمر من السماء بس قران لكن في أن قران في ذن لغورا ومهم جدا أي راعده إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع قرانك واتقاركتين كأنما يصعد في السماء واتقاركتين أما فيبا لوجود بها أما إلى سعادة لقاها الله سعادة توس مفعوك للغو محرو حتى سعده رجل فألقى منه حجارة إلى أنينه حتى سعده رجل حتى سعد فيه رجل باسحة أما حتى سعد إليه رجل سداسة قرحسن ماشى رأيضه في عنده ماشى دم إشكال كجرة إلى أنين كريك عبدي فألقى منه حجارة رجح وقصو طور رجح وقصو طور طيب فلم يره فلما لم يره الناس ضدكم مركي أركي وايين أسابه شيء شيء وأسيبه كل عيت تتابعوا واسكر رعينا وشبا هرمبي لقو قاضي الدهوبة لقو قاضي ولا دوشي تطايعون بعض النسخ بعد دقيقة تطايعوا تطايعوا وفي الشر تتابعون غالبا وفي الخير خير مكر اسكر راعوا تتابعوا بالليل هذا هدي فساد يحمى يظلم يشر اسكر رعنا تطايعوا بالليل هذا غالبا مركي نيكو هوريه هذا وناك بوضاي كعبد الله ان انكو ان الحرميو لو وينيو ولا هاجاجي ان ورمناي حما اي ما دونين الى يا دمحنو عقابي ولا سو عذابي طيب كو هدا دومين هي كو حد غدبي ان من جنيق كلا دالي اي غبي قيب كميدا بل ما عذابني كو ظالمين تبع فجردا بعض امراء من التكفير عند بعض اهل العلم لا قاليسي هذيب العذاب واي مصلح مؤمن كاي خير كو محل عذاب هي فنقضوه بيتك بالدنشين حتى بلغوا به الارض الى ذلك اي غارينو اي سلكي اي تغي فجعل ابن الزبير هذا امرك ان لتكد لو باي بيتك لا دسان والله ربا قبل لو تكد مسلمين تكد ان لهلنا والله ربا سيده هذه نك ادييشان غريها مركا دنستان ديسه سمحت كو ريجشان جينغت مسمى باتمان دا جينغت بو انتو تير قوتمي افرت جس تير قوتمي يوم مركو وريجيه كعبد إني ديسنت هاي أهم بوكر دعائي هل كاس اللوس تكن يا مرك جوده أنا محاكس عودة دسمه هو شو اسمه فجعل من زوير وحود دعائي أسمه أعمدة تربقة شيء فستر عليها ترك كو أسطر كوريجي أسطر الدهي ووين بكوريجي سي جوري أهان صدرت السلف كحش كهيان كعبدو مجابتها مهمة تهاي مستاق لقابل وجهة نقضة وقبلة نقضة الربين لهيلو وحلو بدن يهي كعبض وبقعدوه وقوبتا أما حكتها قنادو
موسى كتغنانينا هلكنا كعبدي اه وقوبتان الى السماء الى الارض السابعه دوك تضبط الى لا غاارو ادونك بلا غبخ انت يدا اسكلي بيت كان ادم سيدكو كولي الى دوك تضبط اسغا اسكلي هودنا الى السماء السابعه اسغا اسكلي حريم بالغدا مش ادو اد ملكيدو الى عرك ادا اسكلي هدي كركا لدسن هي وين اذا لا قات لكن قولكم قولوا مكو دبق يا هنا وبحوليه هي فلات كيسا وحا لغا هلي وا ما هي دول ادو اد ايبستو اد ليدا لغا هليا بلود كادا الى عرك تدبات اما سمد لغا غارايا شرع فقيه انا ذا اسكل يروي قلب هذا دعاء وهي وحا لغو وحا لحديي غوري وحا ليداي الى تقريبا 5 متر الى 5 متر وحكا كوريال ليد وحكا كوري 5 متر دولدا اسكل مره غوري غاد ادي دين غوري لوو دول قبسود ما لوو سمي تيرو وين بحق انت لو قتنش او لوو يضاف 5 متر يا كركا وخا لغا ديسان دابيه كلو 20 ما صدر ما كان مورنت محكمه دلو غي محل وان كو بنيناي 5 متر قانون كايد الى ياس قورتي اما القانون الفقه الاسلامي هو محي الى دوكا ماشي ودنبيس الى عرك ابا اسكلي وين لغا يدن قاتو طيب فجعل جمعنا وحدا وان الهيلو التاج هي وحل قابل له فجاء ابن زوير وحوس من اعمده تيرب سميهو فستر وحوك استر عليها على الاعمده استر دايو كخري حتى ارتفع بناؤه الى كر سو كعي دسمه كعبده بيتك وقال ابن زوير وحوري اني سمعت عائشه رضي الله تعالى عنها تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان الناس حديث عهدهم حديث عهدهم بكفر عفوا لولا ان الناس ضدك هدي حديث عهدهم زمن كود اوسن كدوين بكفر غالمو وليس عندي من النفقه خرج يبي لا اكيد اوسنهين ما يقوي على واهان لما يقوي على بناء الا كنت نبي حور هذه ضدك اي سن غالمو كعصبين ضدك وا دم سو اسلام قريش وبدنا ريم مكه ابو نبي وجدت كدن ما طيب عائشه يا صحابه كان له وحو شيغا يبا دو ريم مكه قريشيين وي لكن على الله يا كو هذا الدين كو عصبة وليس عند أكثر أوصن أهين من النفقة خرج كيبيل كما يقوي وح أولك على بناء اسمه يقول تاجر يلا كنت لبضع مانع حدود سنجرين خرج أومها يا أنقذ إذا هذا لبو دوت كنا هنا يدنا وكبقها هيا لا كنت وحنا نقول لها أهان لا أدخلت متجلي فيه في البيت من الحجر حجر إسماعيل حجي سخمس أذرعين شن ردم بنسوقين لها روينا حال اللحبة نصوم مرة روايه تضبي الشيكتي لحدا لو بدن هي مركا ترى دو بدن اسكدا مده او ير اسكدا وا لحد دون لحد دون وحين نقطة 3 متر ولا جعلت لها وحان اي لها بابا الباب يدخل الناس منه دوت اي كسو غلان يوا بابا الباب يخرجون منه اي كبحا اي كسي بحا قال وحول مركا عبد الله بن الزبير لبدي عيل النبي اوغل لخداي دسيدا كعبدا يو كهليا فانا اليوم أرغم ما أنت وحوري أجد وحن هلا هيا ما أنفق وحن كبحيو كنا كخرج قري اسمها كعبة ولست أخاف الناس ضد كان كما بقى هيو إلا دواز ذو شيء والحكم يدور مع علة وجودا وعدما طيب حكم على الأه حكم كأه إنه نبي كعبة أوسن لسن أوس وحبا كبدل لبا أرمض من نبي كعلي حكم شرعي أمرك إن لقل علين كرو هي لبا علو العيل مستقلة لو دليش هذا خرج الآن تو عيل مستقلة والنبي كور استاكتي اسمها كعبدة إن دتكو أي كبغ إن الديدان أما دبسدان وعيل اللبات هذه لكن لبا لبا قبل أن نقول لها عيل مركبة لورن لها عيل مركبة ذات جزئين بالي هذا مركز وكله سيدنا أنا قلت وحور لبا مش واقبح قال وحور مركز حاب تابعي فزاد فيه وحقود دار مركود لسي خمسة أدرع ما الحجر شن ردونه حيو إسماعيل كميدو كسو الدري حتى أبدأ إلى موجيه أصن أساس ونظر الناس إلى دوتك إفيرية مركو قضي وحيو لهلا قضي انت هو إذا قلت المانطيب قضي ولا ودي ولا ودي مركز هلا قاري ويا أساس كل واي وأساس فوق هذا هدي نبغى نبي وحي ينكو قاضي أما وابه هو قريش لدي سايب سبعة نبغى وارك
markaas abdullah ibn zayd hoosha ka xumaaday markii asaaska ibraahim la waayay wada waa la helayay hooyada xadiis baan ima sheegiday markii dam waxa loo tagay shubki asaaska ay nabiga ibraahim alayhi salaatu wasalaam oo afarta geesba isku xiran oo halka markaa burus lagu dhufto wareeggo dhan buu isla dhaqaaqayo tiirka salkiisa markii lagu dhufto buruska ama dubaha tiirka dhan baa ruxanayo gariiraya waa silsilad isku xiran silsilada isku xiran baa isla gariirta shubka isla gariir laakiin markuu dhagax walba gooni u taagan yahay keligiiba yaa nabarkii jugtu ay dhaqaajinaysa kadib wuxuu yihi lama xabaalaya sideed maalmood buu ha la arko reemako dhan baa isu yimid waa lasu soo sheegay maxaad indhigana ku aragtaan asaasu ibraahim saxaabada arkay qeybaha ka mid ee taabiciinta waxa maxaad aragteen dhagaxyo aada moodo geel fafadhiyo oo silsilad isku hayso oo afar gees oo wareegsan ayaanu aragnay dhan bini aadamin u dhisa aad garanayso oon ahayn dhagaxyaa la bixida ahaa shubkii uu nabiga ibraahim ku dhisa weeye kacbada ee uu ka soo aasaasay halkii buu ku qotomiyey salkii kacbada فبنى عليه البناء بناء الكعب وقدر لسي أساس إبراهيم وكان طول كعبة هران وحوها در كيدو حقا قطن كيدا 18 ذراعا سديد تبردون بيئة حقا در كا فلما زاد فيه مركو قدري مركو قدري مركو بلاري وحيد إسماعيل وقارسي وصدح من تروك لكعبة أي قارد قروا وابلاري وادير هذا قروا وقابان أي قروا مركو يري هاي لبيس متر بوحد در كون نقون guru muku lakin guda balaaran ayaa 20 mitir ama 30 mitir u yahay oo hal daba ka dhigto dabaq waxa la moodhaya inuu yahay wali garoonka la joogo dhererkan horan wuxuu ahaa 18 dhudhun oo u dhiganta 6 mitir iska dhaadu ama 7 wuxuu ku daray saddex kale guri gacwada dhererkeeda baa qotonkeeda baa la gaabtay istaqsarahu waa gaabsaday wuxuu yiraahdo kacad waaba gaabatay meel dheer iyo sheed ba laga soo arki jiray oo asida gurigu waa gaabtay fazada fi tuulihi wuxuu ku daray dheerkiisii 10 adrucin 10 dhudhun buu ku daray 5 mitir oo kale ku daray wa jacala lahu baabayn laba albaab u yeelay axaduhuma yudkhalu minhu waa laga soo geli wal aakharu yukhraj minhu waa laga baxaaya falamaa qutila ibnu zubayr makii la dilay kataba alxajaaj xajaaj ibnu yuusuf athaqafi ayaa wuxuu u qoray waraaq ilaa cabdilmalik bin marwaan ibn alxakam bin alcaas yukhbiruhu bidalika isagoo u sheegaya ninkii waan dilaabo khubayb ahaa makana waan qabsanay kacbadiina dhismahaasuu ku sameeyey intaasuu ka talinayay maxaan ka sameeyaa fakataba ilayhi wuxuu u soo qoray cabdilmalik bin marwaan inna anagu lasnaa min talqiiq ibn zubayr fi shayin bilaab darada eeg hal lobsadan ma laha hawsha hal la ogaado hal la baaro muxuu u bedelay maxaa ku kalifay wuu og yahay laakiin muxuu diidahayaa boqorada col bay isu yihiin nin wal kii hore wanaaggiisa ma rabo taliska waa col maamulku waa col gurigaas beytka ilaahay waxaa wanaajiyey cabdullahi ibn zubayr sidau nabigu rabay ka dhigay iyo siday saxaabadu wariyeen buu ka dhimanaya reer bani umayana niman ahlu makrin wadahaa waqadrin bay ahaayeen ilaa man raxima rabbuhu waxaan ka hadlay nimanka dambe ku fidnoobay siyaasadda aynu ka hadlayna saxaabadii kama hadlayn ma ka booday falamaa qutila ibnu zubayr markii la dilay kataba alxajaaj baa qoray waraaqdii ilaa cabdilmalik marwaan buu u qoray yukhbiruhu bidalika isagoo u sheegay wa yukhbiruhu xaggana u sheegay anna ibnu zubayr qad wadaca albinaa xajaaj baa u sheegay ba xogta dhan waa dhiibay xajaaj isagu macalin baa waagii soo hore qur-aanka aad u yaqaano reer daa'ifa oo xer badan kiciyey waagii dambe u aafoobay cabdulmaligna isagu sheekh buba ahaaba fatwado mufti ah maalinkii loo magacaabay xilka wakii isku laabay masxafka isagoo akhrinaya ee la yidhi aabaha marwaanna waa dhintay mucaawiya ibnu yasiidna waa kasii horreeyey yasiidna waa kasii horreeyey cabdullahi ibn zubayrna maka yaa beeco looga dhawaaqay masar yeman ilaa ciraaq badankeed waa qaatay xijaaz oo dhan baa raacday buu isku laabay wuxuu yidhi hadaa aakhiru cahdi bika maanta iskugu keen dambaysa buu guntigu meesha ka dhigay ilaa uu baabi'iyey mucaarad ka soo horjeeday dowladdii ka horreysay khilaafada qiimaha badnayd cabdullahi ibn zubayrna uu dumiyey muxuu u sheegay xajaaj oo gaashaandhigiisii ah madaxweynihii cabdilmalik muxuu u sheegay
قد وضع البناء كعبة الاسمية وحوكد اللزي على أس أساس يقوائي أساس نظر أي فيريا العدول ضدك لغاقاتينك إليه إلى الأس ومن أهل مكة ترمك حجاج ووانا جيالك وعوري مركو لسي يميشو كدو لسي كل فريسي أساس إبراهيم وي علماء الرهيم مكية أخيار تدبنا كم مغراتك عاي سيديد بريبو قد كفراء ويددك أركايون وفيريا نوال بو إيماني محا إنه الله معلن كوا فكتب إلي عبد النبي حوصو قري إنا أنه لسنا منهن من تلطيخ ابن الزبير ابن الزبير ليقين تيسا في شيء وحكا كما تشربه ليقضى وكل قاقي حمان تيسا أسمي بيت كلاوي كسمي ما مغلق الروح مع الله صغري وروح ليقامه مغراتي البيضة أهل الرواية كمغراتك والشهادة مقبول العدل والشهادة والرواية كمغراتك ما كرسة دكم الأحمر واحد حيرين يسمجر تلتيق مركوة وكا شيء لدقيه أما دريق لماريه أما سحاري وحوري لماريه أسلك زلي هذا مركو حبوه أركاب وهليه كعبة حمان مريم وحور أما ما زاد في طوله حق درك وحو قدر يصومها فأقره سا كده كعبة درك وقدر حق درك وقل حسن طاي كده وأما ما زاد فيه من الحجر حجر إسماعيل صدح من ترى وكقدر فرده إلى بنائه أصل كوري قريش كوغد كعلي في الجاهلية وسد الباب الذي فتحه الباب حق ضمه وكفر لقصي بحي أنا حد أود وكان أسرور فنقضه كعبد ابو الدمية قيبتي وقدر ابن الزبير وعادوا إلى بنائه اسمه هارون كعلي حدثني محمد حاتم قال حدثنا محمد بكر البرساني أخبرنا وجاء عبد الملك قال سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير والوليد بن عطاء يحدثان عن الحارث بن عبد الله بن ربيعة وحان مغلي بالوداتك بن جريجة عبد الله بن عبيد بن عمير بن مغلي والوليد بن عطاء ولا بتابعي يحدثان يو كتبني حديثك عن الحارث ابن عبد الله بن ربيعة المخزومي بعد كتبني انك عبد الله بن حارثة حارث بن عبد الله ان قال له اجعلي هاي او ريح جاز يقفك مسلم يقنا بأور رميوها او لوغا قاتينا او حقنا ان اي محوان مسألة عطاها مسألة عبد وحو اقارك حق دون يسيسو الشيك جري اضو دادك او كوغن عبي هدوك ان لغو الظلمة هايو حرنتو كشيك جري هذا وحكى لقب ساسيقي عبد الملك فيري وحوري سلك وعدو وكان الحارث مصدقا لا يكذب كان الحارث مصدقا لا يكذب نل وركي سال الروميون لبينين كريم بوها مجاملي رمى قال ما يقان سيدي برتب وقود عاية حارث بن عبد الله بن ربيعة المخزوم وحو الشيقي عطائي عفوا عبد الله بن عبيد بن عماري ولي بن عطاء وحي كتبيه قال انه قال عبد الله بن عبيد بحر اسوق وفد الحارث وكل دوين لابد فوق القاضي عبد الله بن عبيد لفظ يسوي انه شيخ وفد الحارث بن عبد الله ابن ابي ربيعه المخزومي ايا بوقي وفدان او غتغي على عبد الملك مروان ابن الحكم في خلافته امارته في خلافه ما هنا وملكي في ملكي وامارتي خلافته وان تكون على منهاج النبوة شرطه خلافته ما كان مرعي قادنا يسو وأن تكون على منهاج النبوة نبي قانا الشيخي إنه يسا خلافة أهين الخلافة أو الخلافة بعدي الخلافة بعد 30 سنة صدن سنوي وحيكو أكيد مدده حسن علي أمير كعبة يكو أكيد ويكدن بي بقرطي ملكي باب الله نبي قانا الشيخي مركي خلافته حلقه وده إمارته ما ملك سيد تلديس تبقركها فقال عبد الملك وحولي ما أظن ما في لهايو أبا خبيب يعني ابن الزبير أبا خبيب وكن يدي أبو زبير عبد الله بن الزبير ما في لهايو أبا خبيب يعني ابن الزبير سمع عينه كم قال من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها وركوها هي وهي إن عبد الله بن الزبير حديث وعسكضي مسلمتنا كم مرات كعين ومضنا قوت سوقيا لكن واسخاف بالي هذا دقاك حرشوا دقوا كده يزني كده نحور ربا يمضنا كده دعيه وركو الشيء بان كوكل سنان ويني وحل هو باب معها كتر كتان ويني اللي بلشين اللي قنعي ربطاي
si kastoo daaqi u tahay oo daalim u tahay oo faajir u tahay bulshada midka ugu yar waxaa doonaya inuu kuu nacamleeyo oo warkaada ku socdo oo mucaarado uusan kugu keenin. Fircoon waxa arrintan sameeyey baa wuxuu leeyahay bulshay waxa weeye ayna ka qabtay daruuni aqtul muusa walyadcu rabba inii akhaafu an yubadila diinakum aw an yudhira fi lardi alfasaad. Dilka lagu dilaya xaq darada waa inay sharci gareeyaan boqorado horta kaa dhaadhiciyaan xukun doon anagu ma nihin ninkana dangoona kama lihin wuu idin aafaynaya waa idinka qabanaynaa anagu waxna yeeli kara ma jiro laakiin idinkan idin danaynin. Fircoon buu wuxuu leeyay waxaan ka baqaya oo muuse u dilahay wuuna daaba taaganahay an yubadila diinakum aw an yudhira nabadgelyada nabaddiid weeye xuquuq khatar buu ku yahay bulshada waa in horta la sharci gareeyo dilkaada iyo baabi'intaada laguna sharci gareeyo af reer magaalnimo af maalnimo ku turkuteen been dacayad rakhiis oo la faafiyo ummadda lagaa gooyo jidhkaada marka la qalayo maxaa la sameeyaa operation aad galayso culus laba mid baa la sameeya adoo dhanba jidhkaada in lagu suuxiyo kulliga atakdiir alkulli baa la yidhahdaa hadduu operationku fudud yahayna qayb baa lagaa suuxinaya qaybta la qalaya keliya la suuxinaya maxaa loo suuxin jirka marna qayb loo suuxin meena kulligii loo suuxin maxaa leeyahay qaybta la cunaye birta la saaraye xanuunka ku dhacahay uusan dareemin jirka intiisa kale ummadda muslimka sa isugu gurmanin wax isku tarin dulmiga yaca loo dhigo waa in adiga maskaxda lagaa dego marka horeba haa oo dil aad tiraahdo waad qumantahay iga reeb oo walaalka aad tira hala dilo maxaa yeele haa anuuba khatar igu yahay horta lagu eebadsuna lagugu dhufto iska ilaaliyo hawshu wadaa marka cabdilmalik wax kale ma wado waa falsafadii makafili ninka talyaaniga adduunka rogay buugisada siyaasiyiintu wada akhristaan iyo brotokolaadka yuhuudda wuxuu ku qoraaw iyo xukamaa ulmajuus walfurus waalnasaara kutubtoodii baa lasoo akhrinaya kadibna waa lagugu dabaqay wuxuu yidhi ma filahay abaa khubayb waa idabdar abaa khubayb hadda wuxuu leeyahay waa siyaasad inuu weynaynayo oo qiimeynayo kutusahaya cinda alcarab attakniya waa maxay waa ixtiraam wa taqdiir ninka carabeed hadduu magacaada kugu sheego wuu ku bahdilhayaa haddii laakiin abuu fulaan umu fulaan uu ku dhowaa maxay wuu ku xurmeynayaa haaliban marmar baa laga leexdaa tabbad yada abii lahabin oo kale ah marmar baa laga leexdaa laakiin haalib waxa weeye kor u qaadidu weeye dhegtaa lagu yar qabanhaya abaa khubayb buri mana ogoli mana dhihi jirin horaan hadda muxuu leeyahay cabdullahi xaari ibn cabdillahi buu ka dhaadhicinayaa inuusan wax cuqdada u qabin ibnu zubayr ma filahay abuu khubayb wuxuu samaca inuu ka maqlay min caaisha maa kaana yazcumu wuxuu sheegi jiray annahu samica wa minhu yay inuu ka maqlay qaala xaari wuxuu ihi bala ana samictu minha xaari ibn cabdillahi ibn abi rabicata almakhzumi wa kaana musadaqan la yukadab wama barbar wuxuu ihi anaaba ka maqlay maxaad ka sheegay ibnu zubayr anigan kula taagan idii akhrinayso ee abaa khubaybtu ka maqlay oo caaisha ka maqlay qaala wuxuu ihi samictaha taquulu maada wuu bedela maash maxaad maqashay caaisha iyadoo leh qaala wuxuu ihi qaala waxay tahay hooyadeen qaala rasul sal alay slam ina qawmaki tolka caaisho istaqsaru min bunyaani albayt way ka soo kordhigeen dhismihii guri beytka ilahay markay dhisaayeen walowlaa xadaathatu cahdihim xilligooda duusan ku cusbayn bishirki gaalnimana acadtu maa tarakuu minhu waan soo celin lahaa waxay ka tageen beytkan ku soo celin lahaa ilaa qayb bay ka saareen beytkii way bannaanka geeyeen kacbadaan ku soo celin lahaa dhismeed baan soo hosgelin lahaa fain badaa liqawmiki tolka hadduu u muuqdo min bacdi aniga gadaashay hadda ma intaan noolahay ma nabigu u ogyahay inuu intu nool yahay hawshaa ayn suuro gelay an yabnuhu inay dhisaan gadaashay in dhisaatay u muuqato fahalummi kaale lawriyaki aan ku tuso maa tarakuu min waxay ka tageen kaale aan ku tuso waxay ka tageen intana ka maqan beytka oo u baahan in la soo geliyo dhismaha kacbada fa araahaa nabigu wuxuu tusay caaisho qariiban wax ku dhow min sabcati adrucin toddoba dhudhun wax ku dhow lixdii weeye haddii kasriga waa la iska tuuraa wuxuu ihi muslim hada xadiidu cabdillaahi ibnu cubayd weeye ibnu cumayr ee soo marayse haddaan haynaba haddee wazaada calayhi lwaliid ibn cataa wuxuu ku daray markay isla warinhayeen qaala annabiy wuxuu kuwa nabigu yihi caaisho markay warinaysay walaa jacaltu lahaa baabayni
لبا الباب من أصمين لها موضوعين في ذلك اللي قلت شيء شرقيا وغربيا الباب بريء يمد قلب من أصمين لها. وهل تدرين ما أكت عايش لما كان قومك رفعوا بابها تلقى وحي الباب كذا ماشى كل ذا يقد دري جرن جرن أصمين الباب لكم كذا جنان جري قروا تصدبق هين كعوض الضبق ما هي مع الباب كذا ضعد اللي قد دري وركم ما يزال. قال وحيتين لا قلت لا قال أبو حور تعززا إسلوينا تعززا بأوجي عزيز الشرف بيكره هذين إنسان يلا تعززا ألا يدخلها إلا من أراده حي كبق سنة ينو إسلوينا كعبة إنه قالوا أحد عربيه يميت وأسعي وأسنجلين أيوة سوف صحيح. فكان الرجل نكو حوعها إذا هو أراد مكودون أن يدخلها كعبة إنه قال يدعون ويدين ترين من كان يقول عن صومرين إن كسو إذا قادنين أيوة سؤفرين إن صومرين قريش هدود من تب صور دقاق إنه كعبة قالوا ويدين ينجنجوا صوفون يدعونه يرتقي ويدين ينجنجوا صوفون ودين فرعوك قاضين حتى إذا كاد مركو كل دواد أن يدخلها إنه قال كعبة دفعوه فسقط فراه كهراتنا يا أموي الريح يا كلاطورة يقدمنا ليش أشلقوت وقد عيا روح تجيب مرض الله نقن ماي وريل بعود بلاي كر عضاي نمك الله صومر النقرس هل كان لقى صوت هذا النوران ماي أنت زي كربان أنا كان الله صومر. قال عبد الملك حكوي الحارث حكوي عبد الملك بن مروان حارث عبد الله وحكور المخزومي أنت سمعت تقول هذا ماذا حديث كنسل أنا كم مقلي عايشة يضوله. قال نعم بودها أنا كم مقلي. قال وحور هاوي فنكت ساعة بعساه أشيسي أي إن نبر قلك كو قدين يكون مدمدي ما كآذو في كريس أو شيء كو فرصة لك أمو الله تحجيحا أما ملبا لما الملا هذا أنا شيقين أما أشار هيساس ساس لك الله كبويا داي وفكر هيا فنكت بعساه أشي سيبو كمد مدي ساعة إن نظر لك كمد مدي. ثم قال وحلو وددت وحان جعلان لها أني تركته وما تحمل أني تركت إن كتقي لها أدين لها يوما تحمل وحو السراسو وحو شيكتي عايشة يشيكتي حديث كإن أدين كعبدا أن أدمين لهين بان شعلان لها وحاصلوا محي وفلسفة وقع شعبك الوقع عنها وقع رواية فاكي وحي أهيد ندم على إذنه للحجاج في هدمها ولعن الحجاج ولعن الحجاج سياسة فرس وحكاق قوم موضي عبد الملك وقوم استسوي مركز قرد نظم معي ترى عرب والهوية قبل معي كتري مركو مركي قرطان الله وقبته وننكو وكفا إنات بلايه وضو وهنكو قدان قد بيتري قيلي قيلي وهذا هذي اللقو قرطانا وهنكو قدان قد سمقرنا يسان هوشي عروت اللقوشين عرهوله طيب قبل دي الله ترزال لي وعوية ننكا سان أمام ملا وحي تروت مكاد وحربتي ننكا كو بحر وعولي وحكا كقدعو كو قبلي قيلي قيلي وهذا هذا اللي سويجي جدنا هذين سين نم نم وهذا الكريباري معانا وكلا كوشي يدى قضيقة هدو قدلن وايو وكو قردنا معلل لاكو يرادو وبرك لا سوبودو وينكو قدان قد ما انا بس دخلت قفانت مخانو ودانو والك وختر بان قولاي ما انا حمان كودي حقو قادات كدبن اويت ما داد اويت وداد قوس دي باهي بل رال او سنان اويت سد لو دعي كريم موقت او هم بو كو قدان قدا يا كارتديس يد بدرديس وحان وحك قومي انو فسحي حجاج كعبد انو الدميه ولعن الحجاج لعنت حجاج كل حدود مع حجاج بقى قاعد يدمن سازك إذا كذا لقدمي أمر كذا لقدمي ولو حوش يا جاي بسمها كعب إنه ليه هاي عبد الله الزبير حجة وايستو أمضنا يك مقاتك عادي علماء الرهم ما كي مقاتك عاد حدود ذلك وحكدم يا عبد الملك إيه وزير كذا شيطان جاي حجاج أو كدم أسيب وعايا أمر كي هدوه مين اللي صاره لما أديك عبد الملك ودم كذا ولا لما أديك راده ماشي من الزبير مري بالس مرينا يا رأوه حور وكان الحارث خارج صحيح وكان الحارث مصدقا لا يكذب وبينه واي نكلا عبد الملك وكدعي واي إنه حارث بيني ودعنا بين باتسيقيس لأنه وحور ما فشل ماي قريش ودنبا بكدي دي عرب ودنبا ونكوا الله يقاناي
هذا هو ينكم بغلي عبد الله ورب كم أمضي بابجوكت ما حد شقيس حديثكم مرك عايشة بس ما وريس لكن حديث قصعيان مركم مري بيع عايشة وريسة. وحدثنا محمد عمر ابن جبلة حدثنا أبو عاصم إسكيل عليه وحى فلسفة خيانة نجرتا حكم كب شرعة أن كس عنن يخلاف ذي منهج النبي أن كس عنن ونجر الله عن سعون هيا نمتلو قادات نجر يدب يوحز دمامرين يكوربشن يدبدرو يخيانو ينتر هرحو ما يسون بيكس عطا بقرتو يد انت وحن لو باهنا ينين مرك كتاب ربك وطلين لأيو توبت النبي قان الغسل عليه الصلاة والسلام مرد اللي قال لعدو نيو ابنه كاكارت بدنيا كان مرقوين يهي كان عيدا بدنيا بماشو الضنبين تاس اقادة. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق كلاهما أبو عاصم عبد بن حميد عبد الرزاق عن ابن جريج بهذا الإسناد مثل حديث ابن محمد بكر بيوريين ودهن إكاقاتين ابن جريج. وحدثنا محمد حاتم قال حدثنا عبد الله بكر السهمي ابن حبيب حدثنا حاتم بن أبي صغيرة القشيري عن أبي قزعة واسمه سويد بن حجير أن عبد الملك ابن مروان بينما هو يطوف بالبيت عبد الملك حلو كعبه كله وافيه إذ قال وحيري قاتل الله بن الزبير ما رتاوشي إن أنا خوص داك سؤال واحد رواز برصد هذا محزمي هذا ورك وعد يستي قاتل الله بن الزبير ابن الزبير الله لعنه ابن الزبير الله لعنه يدي محاجرة حيث يكذب على أم المؤمنين مركو كبان أبو رنا يهو يده يقول وحليه سمعته عن كما تقول أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا حدثان قومك بالكفر لنقطت البيت حتى أزيد فيه إلى أن قدره من الحجر حجر اسمعنا أنك قدره شانو دون لحلو دون إيو حنصوم رأي تضبا وحكو فإن قومك تلك قومك تلك قصروا ويقابسن ويقاسرين في البناء أي في زيادة البناء فقال حارم عبد الله وحور بن ربيعة لا تقل هذا يا أمير المؤمنين هدي ذي الله عنا ذي بن عبد الله بن زبير سهورانين وكبن أبو ارتهدين أصنوا الظلم يسا فأنا سمعت أم المؤمنين تحدث هذا أنا ومغلي عبد الله يسكدي أنا هو إذن كوري وكم مغلي إذن عبد الله من اللجوك أنا يشكت قال وحيد مركة عبد الملك لو كنت سمعته ومغلي سيكون مغلي شهد به العدول من أهل مكة مخاتي البيلاهي ماشي اللي قفر ويقفر فقات هاتشوكو ماشي اللي قفر هايو ولكن فقال هذا شو جيت المرك وابا وقى دقرت الرهيب بنو ميوي قانا من زوير من عقل بدنا وقها قيسنا الله بس يفلا إذن وكبار أنت رهيب ما قرر ما خمقاتها سيديد ما الموت بقود أن لا شوبين أن رجح يشوب كي شمتا أن لقوش بقول للدائي أفكي سبنا ناس اللو أركو أساس كي يا قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام يا هذا مركز ذكر رأينه إن ده بس أمر يا معاب وكشبه لو كنت سمعت وضن مغيلها قبل أن أهديم أنت ندمين حجاج محكوك قالها أسأل أدمي هذا وقرن لي حجاج بان أدمي له لا تركت وحن بيتك أدين لها على ما بنى ابن الزبير إن الزبير سوى أدين سبا أدين لها على إنه ينزل حديث كيسونا كأنه كنبر إن هذا الأمة لا تزال بخير ما عظموا هذه الحرمة يعني الكعبة فإذا ضيعوا ذلك هلكوا عديد وهذا يضعف كل شيء حافظكم وتحسيني سنبكيس أن صوم الرأي بخير وحباب استباب كان ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر عفوا عنه فهم بعض الناس إذن انت ضمبر عن سراعين إن شاء الله تعالى حديثك قيب بقدرة هيا باب جدر الكعبة وبابها جدر الكعبة وبابها حبابي هاي كعبة دربي جدا قلابا واحد إسماعيل جدر الكعبة وحلقة وضو وقيبتا هذا بشاء أما قران قرتا ساور أما ركتا يدو تقانان حجر إسماعيل جدر الكعبة واحد إسماعيل باب جدر الكعبة كعبة جدار كذا ما جدار كذا إيه وبابها الباب كذا وحي كيمد حدثنا سعيد منصور الخراساني قال حدثنا أبو الأحوص سلام وسلمان حنفي حدثنا أشعث ابن أبي الشعثاء عن الأسود يزيد النخي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سألت رسول الله رسولك الأبان وحنويدي عن الجدر أي عن الحجر حجر إسماعيل ما كعبده كتر سنيا من سمايا أم من البيت هو ما
نبي الله مكعبد وكثير سيئة حجر إسماعيل مسوك بحسن يا سيدي قريش عيسى ميسي قال نبي نعم ها طيب كعبد وكثير سيئة هاي ما دام سياق سياق إثبات وإيجاب وياي نعم بل وجوابها هي قلت وحاني فلما يدخلوه في البيت فلما لم يدخلوه في البيت محي يقولوا أقصوا دري وياي محي كعبد أقصوا دري وادو كعبد كثير سيئة هاي قريش مكة كعبد بس زي زي أذون واجه وكتير نبي بيا نقول له محي أقصوا دري وياي قال نبي حول إن قومك قصرت قصرت بهم حلق عبتي النفقة خرشك ميزانية وكوي راتي سادرت إن وحي كجاري كرين أم بيد سين تكلا وقت تكين كدي من وحي سمايين على مض لقو جرنا وحي كم مكان قال قلت عارف ما شأن بابه مرتفع نبي الله هدواي هاي الباب كشعير كام حيوجي هو مش هضع له قراءة وقد ولد وقد قال نبي حول فعل ذلك قومك تلك باسدا سمايين ليدخلوهم من شاءوا قف كيدون يسوق ريان كعبده ويمنع من شاء نك يدون يديدان وحنا نكون حكومي كران الباب كر أني نك صوف أنت في لها لجهرات بلا إني صوف أنت كده من ماشى دلوا وكرعوا يا أسامي ولولا أن قومك حديث عهدهم في الجاهلي هذا تلقى وقت جود دوين قال لما كنت دوين حديث عهدهم بالجاهلية وي في ذا هنا بين الباوي رمضان طمرتين وفأخاف أن كبقيه أن تنكر إن الدردو أي قنصته قلوبهم قلوب تضل اسمها يدمنتي ذا لنظرت أن أدخل الجدر في البيت وحن أركي لها نظر كواكي أركت ذا وحن أركي لهم الصمين لها لفعلت وكلا أن أدخل الجدر أي الحجر حجر اسمعين أن سوق لي في البيت كعبلة وأن ألزقين أن رجيه بابه والباب كسعير ككورلا جاي برضو كان كده شيء حدثناه أبوكنا بشيبة قال حدثنا عبيد الله يعني ابن موسى العبسي حدثنا شيبنا عبد الرحمن النحوي عن أشعث ابن أبي الشعثاء المحاربي عن الأسود بن زيد النخعي شيبان بعضنا كوري مركب متابعين إياها أبو الأحوس طيب عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سألت رسول الله بأن ويدعى عن الحجر سمرت وران محط سمرت عن الجدري طيب وساق الحديث حديثكم مركب حيين كلا يدادو شيبان بمعنى حديث أبي الأحوص وكلو الشيغي وقال في وحونا يمك سوق برنية فقلت وحايل هذا عائشة هاي فما شأن باب الباب كي سمحاه ليو مرتفعا متسرية ويهي لا يسعد إليه إلا بسلم أن لكورك جرانجرين لغوكرا ومويه وقال وحول قدر رسولك مخافة أن تنفر قلوبهم مخافة بقدر أن كبق يدي سنجرين أن تنفر إن يددوه قلوبهم قلب قوضي أيها أيوه فكر قوضي أودي أن كبقيني سلاسا ييلها إذن أرنتان أيضا وأصل كيدي لبكا علوسي كعبدا قاري حالا إذن سو الشيغي لابد الرأي عانك أيد قولي يجيدي كعبدا مركوه الرئيسي ملايك بعد استي ملائك بعد است كدبنا مركي دوغوداي بربرتي وحا عسبونيسيو ديب ودسي نبي الله ادم وحا كخيغي هدانا كعبدي مر صدخا دسي نبي الله ابراهيم يولكيس اسماعيل عليه الصلاه والسلام وحا كخيغي دسمي قريشيت النبي غوبجوغا اسون ولي نبي ان لا دغينو 25 جيره اما 35 جيره كي شراد مخو اها اسمه عبد الله بن الزبير انتو دميي مركي ريح ريبن امي اي كعيارين كعبدا وكعليي اساس نبي ابراهيم شان كي ادم بيي كون يا افرتن كي هجرده ايا وحا دزي اي ودا نينك لورن جري سلطان كي عثماني غاي مراد الرابع لورن جري كي با الى امن كان تاغان وحد يعتر موين هذا اسمها ايدين تاغان كعبدا درقتين و اسمه لسميي كون يا افرتن كي هجرة حجاج من يوسف دوينتي سيد دنبي اسمه سيد دنبي إلى دول عثمانية آخر كيد دنبي انت أصوح سيد أسمر كواسدة أي ودا دنبي ودا دنبي وحيد أحلى كسارة ينكلية اسمها النبي الله آدم ملايك با أساس طب باللوضي كدبنا إبراهيم باكو حيغي قريش باكو حيكتي وحاكو حيغي اسمه عبد الله ابن الزبير دوينتي حجاج يوه كعيلين تلقوا عليي هل قاسي هوشي قرشي أوغيت يتان أدن بيسادان إذن شيك هوشي مركة أساس كيو سداس وها تاريخ داس نبي عليه الصلاة والسلام أسوغو
مركو دمعي انو كعلي على اساس نبي نبينا ابراهيم وحو اديدي لبا ريمود بينو شيخ النبي عليه الصلاه والسلام كو دقاله او ما هي هدان كعبده كدسو ميد لباد وحان كبقيا ما دام قال لما كعسو بيين ان يديدان وماشي وناقي مصلحه ان كدونيي افكل با اي كتيمادو الذي مركي ماشي كبخداي او لسكو داي ان لا صحو وخي النبي و ربي ان لا سميهانا بلايا امده الهي كسليو نيمان كريم يا امده الله كسليو waa arkaysid aw shaayada waxa soo dhanka waxa keenay waxa soo dhan waxa keenay fitna ah hadii sunnada la khilaafo oo tariiqa nabiga laga leexdo oo kitaabka rabbiga la baal maro ummadu way baabacdaa dhibaato timaada waa la halaagsama waa la rafada meel fog ma xad uga dooni safka salaada nabiga wuxuu raadad siin wayda oo hagaajin wayda oo iskuul hagaagin waydaan oo garabka garabka saari waydaan oo adinka adin ku toosin waydaan anqawga anqawga lagu beegi waayo he hays khilaaf haya qulubtina is khilaafi qalbadu is khilaafa ani adu anas ku dhacnaa maxaa iman inaan fair is kala daalo niman fair is kala daalay maxaa xiga inay kala tagaan kala dhinta dabka kala qaadan waayaan sunnadu marka ummada ilaahi ku dhaqa kitaabka rabbiga hadii lagu hagaago صوبناها رات كسين لقاؤه أدوكنا نبض بنقنايا وقال لو استقاموا على طريقة اللي أسقيناهم ماء غدقا محال لقي اليهود النصارى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربك لأكلوا هي من فوقهم ومن تحت أرجلهم هوش هسيدا سوي والله قال حسنا النبي يقول ربي والله ديد معايم سنونا وحاوي يتلاذ يمامولك وشورى بينهم وأمرهم شورى بينهم مسلمين تهدان هدان أنو دهو كرسي أنا رب اللي قد يسن ماي وين لا يدا هذا والله قاعد تشنعي هذا الحكومة ما يسوي هذا هو إيه تلا أمم ذات وهي كرسي أنا كفر يسن وأمم دارين كأوجيني وين يكتشطو إذن لقس بين أو حرة أسس يا قواعد بروح الغص ودورا منهج الدستور إسلامي والراعي ساسو مد الغم معمولية لكن مرة ضيم مروس النقطة هي دحلتوي هي بقرتوي نول بويلكي ويلكيس أنا جا ولالك أذيرك أي نقطة حس عن ما يد أما أنا ذا وضيع عن تمر كايدا ربي ما يد بكان بالله بي نبي عمر قد انتهى حلك قبطي عليه الصلاة والسلام ربني التيم أبو بكر الصديق أو مسلمين تنكو خير بناء ويلك أمة ضاء وزيرك النبي محمد قرب كيسين مدقة صاحبه في السر والعلن أهاب على لودي بي أمة ضاء ما هذه سي هل سنة قده يدوله كدن بي أفرطن سنة وحي كو قموين بكو قبطي جزيرة العرب أو سدح مليون كيلومتر سكويرة سدح مليون كيلومتر سكويرة وي أيو هل سنة قده قعنة سوقلي وابوكر صديق نيلا مدى عقل يا علم يا كرتي منا مجرن صحابتك ومجرن صاصح لك اللي قده أخرية تاريخ ذا مركو أسوق دي انتهي يا لو حلقة قبطي مسلمين تنكو خير بدنا عمر مال الإسلام كو ولي قارين بو قاري الآن من كنا تاريخ دي سيئيو تلابو يكي سيبا لغب دي بالقاطة عثمان باكو حيغي شور وحول بشورو أها تشويبو أها علي باكو حيغي شورا اللوغو دي بي عام الجماعة مركو يميت شورا اللوغو دي بي كد ابن محين نقود باش بقرتويو ويلكي ويلكي سا أنا قام معاوية مركان دنتو حلقة وحاقمي يزيد يزن محويلة أنا جيزيد ما كان ندويل كي معاوية قمني ساس يكون سعد مروان بكورك عبد الملك بوتمت آفا كتمت سحبوا الله كذا قال لمن رقد دم بيت شوقي درحان بكر بكذا قال لمن الله بكر بكذا قال لمن أهرقلية في الإسلام ما دين تي السنة دي سنة تهرقلي ما نروح حكومة إنسان أولي ذي هي ولا كذا حلي باش هذي ما ملكو دحلتو يا هاي نبي قوم مركو انت عليه الصلاه والسلام حلك وحاكم الله ايه علي بن ابي طالب علي بن طالب يا عبد الله بن عباس يا قوم الله عباس عبد الله بن اذيرك وتاغن عبد الله بن دوبان علماء وصحابه وعقاله دي باشو دحلتو يا تاي قيس عرب ويرا قريش ويرا ولان غاب سنه هيبن وتيم ابو بكر دشي حلك لو وري ما وخا لا قيمين ما اها ايه dalashiya garab ma aha tayo iyo quality ba la fiirinay almuhim yaa kubarku ku daalinine dibku halkaas uu ka yimid diiday ka biye diiday abdullah ibn zubair
iyo Xuseyn ibn Cali iyo Cabdullaah ibn Umar ay ka diideen qaabka xilka loo kala wareejinayo iyo boqortooyada laga dhigay maamulka muslimiinta taladoodi ayuu fidno dhama ka dhimay ka timid markuu Muawiya u dhintay Yazid ibn Muawiya intu Muawiya laha wiilkay wari ahdi weeye beec hal la qaado way diideen dadko dhan masaajid la marin jiray Makkah Madina meel walba Sham Iraqi meel kasto ay ka taliyaan masaajid laga dhawaaqi Muawiya hadduu dhinto wali ahdigiisu talada qaban doona waa Yazid ibn Muawiya asagu dhalay Sayyidina Muawiya ibn Abi Sufyan wiil u dhalay way asagoo nool baad ka beec laga qaaday saddex nin baa soo istaagtay iyo rag aan badnay waxa uu cadaalad laakiin saddexdoodan markuu dhintay iyo wuxuu yiri marka maayo markuu dhintay Yazid baa wuxuu soo qoray waraaq ah amirkiisii u jooga Madina wuxuu ku yiri si dhaqsa ah oo degdeg ah oo naxariis lahayn oo faro kulul ku qabo Cabdullaah ibn Umar iyo ibn Zubayr iyo Xuseyn ibn Cali baa hela galeen baacday diidin aabahay oo noo inay galaan hadaba inay galaan haday diidana soo laabuuda marada hayeeli Cabdullaah ibn Umar markuu arkay wuxuu ku rushay baacday iska gal soo fidnadii dagaalkii ma jicilay baashan wiraasada anuu waxaan diidanaa buu raasagoo nool in la baacan galee haduu dhinta asagii oo wiilkiisa wulee baac ila galadi gala waad go'aysan baacdaas ka galay aabu maxaa soo haray Cabdullaah ibn Zubayr iyo Xuseyn ibn Cali baa soo haray labadooda waxay dhibban waan soo tashayna nasuq Cabdullaah Zubayr baa dhuntay makuu ka dhacay ilaa Madina baa lagaga qaaday makuu galay Baytulahi Xaraam buu ku cararay waa la raadiyay nin wadalka yaqaano ha waa googooyay makuu galay way ka hareen Xuseyn bay ku soo laabteen oo dhaaduna sida intada baxsan bay aqal al-bay'a Yazid ibn Muawiya ibn Sufyan isugu anagu inaas ku soo qaanay asna uu dhuntay asna muxuu galay makuu asna tagay meesha waxa isku tagay marka Xuseyn ibn Cali iyo Cabdullaah ibn Zubayr oo ka soo cararay bay'ad Yazid ibn Muawiya ee aabuhu aabihi oo lagu qasbi jiray markuu dhintay la soo istaagay geeri ama gala ciidan ayagoo diyaarsanayo hawsha inay shaqo ka qabtaan raba ayaa Xuseyn ibn Cali waa loo waxa uu gacan haadiyay ee reer Iraq reer Iraq bay noo imow reer Kufi reer Iraq xidhan dhashi Nabi Maxamed baa tahay in reebanu ku dhibeen waan maqlay noo iba anaga ciidan iyo col iyo dalb ku siinayne Cabdullaah ibn Umar baa la taliyay Cabdullaah ibn Zubayr baa la hadlay Quraysh baa la hadashay waxa laha bixin reer Iraq balan ma oofiyaa garabna ruux uma noqdaan waa danaystayaal reer magaal weeye markay baasha ku suurantaan ugu garab istaagaya markay ishu dhiigtoon way ka kala dareer joog waad waa taay Xuseyn ha dhaqaaqi mayuu yiri Xuseyn waa baxay asagii ahalkiis wixii raaci karay maka markuu maalin ka sii socday reer Banu Sirdoonkooda waxay ogaadeen in Xuseyn uu ka baxay maka una socdo Ciraaq dhexda loo galay Ubayd ibn Ziyad baa dilay Xuseyn waad ogtiin bay xisiib u gooyay Yazid baa ugu geeyay Shaam caruurtiisa hawankiisana iyo wixii uu qaban karana wuxuu ka dhigay maxabiis waa kaxay Xuseyn saas lagu dilay Karbala meesha dilay aad garanaysa baa lagu dilay khiyaanadaasi qadrigaas baa yimid Cabdullaah ibn Zubayr waa lagu soo duulay yaa ku soo duulay Yazid ibn Muawiya ciidankiisi baa ku soo duulay Kacbada la yimid go'doodin baa lagu sameeyey laba bilood iyo jaja baa la dul fadhiyey asna wuu dagaalin dagaalamo ahaa reer Makkah waa isdifaacin waa dagaalamin waa la mari waay Kacbadii Cabdullaahna waa la qaban waay asagoo sidii shirqoolka loogu hayo go'doominta loogu hayo ayaa waxaa dhintay Yazid ibn Muawiya Shaam buu ku dhintay ciidankiisi militariga ayaa Makkah dul fadhiyeyna maysan maqal maalin dambe Cabdullaah soo istaagay bannaanka asagoo xogti buu helay wuxuu maxay ugu dilaysan daaquudkiin wuu ba dhintay maxaa ku dagaalamaysan beenta way dheer way soo ogaa way baaday waxa la yiri goormo baqalafay Yazid mashad ku baabay saari way noqdeen ciidankaas Yazid markuu dhintay xilka loo dhiibay wiil uu dhalo Muawiya la yiraahdo oo 40 dhowr maalmood kaliya amir baa ayaga rama ma dilan u malaynaya ama sumay imtixaan bay ahayn Muawiya markuu xilka qabtay asagoo nin iska yar buu ahaay wali ciidankii baa la soo dumay dagaalkii baa la soo waday marka hore marka dhib badan iyo burbur badan Kacbada ma gaarin markii aad u gumanaysay la baabiinayo waa markan dambe Xajaaj dhaawici hore way ka kabatay kan Xajaaj xilligiisa wax xilliga aad loo baabiyay Muawiyasna waa dhintay Marwaan baa xilka qabtay wax yar baasna hayo waa dhintay Cabdulmalik baa la wareegay ninka umada rogay
امتحانك اه وعبد المجيد وذات فندوبي وحكح المجد يمس قربا يعني وذات فندوبي وعمد اوقدرا مجر وقال تاس جيد بيو كل حين جاي من بيا بحني معلم بس كسو يزار جيد محن ولا بيو بيه دحو سوق تلم بدو انجو او قلالو مبيا بحني وذات حلابي امد وحقدر المجر وحلوق يا تاخذ بو اخريه كوا قالوا امد كوبا بينا وذات وبدن فز هذه طارخ مقدب اخريات عام رادان عام ما تو الهي كعبس ويا دحت كشد وخشوعي شيخ يسو دعي بكل عام ما قدام ولادنا وحي دهن نين ولبي اقونتي سبلط وحي دهن وحاباتين وديردو كلما زاد علمك زادت جرأتك على الله ولاد هلك مريبه علمك لا قال وعلمك الدنيا افدا ان لو دقمين ما لا قال يا مدك الهي كو دوينيا مر ولبو علمك ادو بطو عبسدا بدتا امه النبي او علم بدا اسغانا الله او عبسي بدنا او دوا علم الشيطان ومدك اسغا قصدها مركز هذا التاريخ إذن آخرين ما هي وأصل كيدي وحاي كتميد خلاف سنة نمح الله خلافي با إلكا حندك تي ومد باب إيسي وصحاب الله إيسي ودي شيء كعبد الدمسي وحاي سواري هذا كعبد من لقول علين كرا أصل كيدي هوري وأها أصل كيدي هوري أها سيدي ملايو تقول إستي نبي الله إبراهيم كوغا من لقول علين كرا حلقي جعفر أبو جعفر المنصور با إسكود دي هارون رشيد بسكودة يبى الله شجع ويلكسي مهدي بسكودة يبى الله شجع مالك بالويد يلا شجع مالك بالو حال ليه ربنا مين وارد مادين ابن زبير نواته ربنا أسدا مرة ذي سيدا تانا ربنا عباسة كعبلا ما نقول علنا سيدو النبي قرر ما نكده قنو مالك حكوا جوابي وحنكبقى هي كعبلا إنه النقطة لعبة في أيدي الملوك فتاتير لسكو ترطوري ولو قل عيارة إنه النقطة نكبقى هي إيه سيدا أودا واتي عبد الله بن عباس وكعير دارتو يري لا آمنوا أن يجيء من بعدك أمير فيغير الذي صنعت هذا الدير اللي سكوت المشي اللي قل علي يا إن وضع ما نتغاضي مثل سعود أنتو حراغين ويري هذا هل قل علي قريش مشي يكون أغي هذا مثل لأوي ما دولا سيد النبي قل ربي هلا يالو هذا مثل لأيمان ما يا سيدي قريشات مركب مش محا داوع مهاية oo baba ahay maxaan ka cod u hagaajinayni loo qurxinay loo wacnay asaaskeedii in la weyneeyo la xurmeeyo sida ay laga dhigo idan duminta dhisida dumi dhisi hadana hal dumi hadana hal dhis maxaa ka imanaya xurmo darro qiimaheedii baa dhumi qadarinteedii baa dhumi weynankay nafta binaadku weerid baa dhumi markii intay hawsha iman lahayd sida loo dayo culimadu yiraahdeen marka dhihi ma su'aasha xalay ahayd hadda reer suud may dhisan lacagna way heli karaan ummadun hadda fogaan meesha maxaa loo diiday xillada Cabdi Ibn Cabbas uu sheegay imaam Malik uu ku jawaabay meesha taala masaajid korna marna la dumay marna la dhisaayo bay hawshu noqonaysa waati ay ka dagaalamay jamaaca min salaaba saxaabi taabiin bale markii khilaafada Uthman iyo Muawiya misna maxaa hal kordhiyo hal waasiciyo muran ba kayme urus urus ba kayme war dhagaxii nabiga uu ogaa inaba ku tukan jiray inaba jirkiisu taabay noo daay iyo maya la isku qabtay kaaba markii intii ay noqon lahayd xireegeel maalin banin dumiyo minna u dhiso sida loo daayay noqotay cilada wali waa qaaim dhan kale qaaim ka tahayo al istighfar bi hurmatiha iyo in calameedu ay yaraato baa loo daayay asalkeedu waa sida dhibka dhan wuxuu ka yimid mukhalafatu sunnah wa ittiba'u sanani الشيطان الله سبحانه وتعالى عليه